هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مساء الخير مشاهدينا في حلقة مع الناس. اليوم غادي نعيشوا حكاية مرة أخرى، حكاية من حكايات الإدمان. وعرفنا من خلال كل برامج تحسيسية اللي كتقدم على قناة دوزام أن الإدمان أشكال وأنواع، منها الإدمان على القمار. فالإدمان على القمار في بعض المرات كيبدأ بتجربة، تجارب مزيانة في الحياة، لكن ماشي كل شيء تجارب كتخرج عاقبتها على خير، بحال الحكاية اللي غادي نتابعوا اليوم ديال الشاب اللي جرب المرة الأولى وبغى يجرب عاود المرة الثانية، وبدا كيكبر عنده داك الحلم ديال انه يربح مال بطريقة سهلة، فصدق دمر حياته سواء الأسرية وحياته المهنية، والآن هو تيحاول يعاود يبني نفسه من جديد. غادي نعيشوا حنا وياكم هذه الحكاية هذه مشاهدينا، ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. هذه صور مشاهدينا فقط، لقطات من الحكايه اللي غادي نتابعوا احنا وياكم اليوم عن الادمان. كنعرفوا جميع ان الادمان انواع، منهم الادمان على القمار اللي دمر حياه العديد من الناس، منهم الشاب اللي جاي يحكي لنا حكايته بنفسه هنا في بلاتو برنامج مع الناس. سي هشام مرحبا بك. بارك الله فيك يا عزيزه. قبل سي هشام وتنشكرك يعني بزاف على الشجاعه ديالك انك جيتي تحكي لنا هذه القصه هذه، نحكيوها للناس بوجه مكشوف ولا نخليوها ليا ديالك مخبيه؟ احسن تبقى مخبيه. نحترم يعني هذا القرار هذا ديالك. هشام نبداو من البدايه، تعرفوا عليك من الصغر ديالك، فين تربيتي، فين كبرتي، العائله ديالك؟ هشام في الصغر ديالو كان عايش واحد العائله اللي هي محافظه، يعني تربينا واحد التربيه مزيانه، القرايه ديالنا كنا غادي مزيانين. كنت شوفت الوالده ديالي، عندي 6 ديال الخوت ديالي. من بعد كنت ساليت القرايه ديالي، من بعد ما جابش الله في البكالوريا وداكشي درت واحد التكوين، وهادي مشيت للمدينه واخرى من عوض المدينه كنت ساكن فيها، خدمت سهل الله في ديك الخدمه، بقيت غادي فيها مزيان، درت 23 عام، فكرت انني نتزوج نستقر، ما نضيعش بزاف د الوقت، كنت نستاخر. تلقيت واحد الانسان تزوجنا درنا وليدات. علاش ما حنتي راسك يا الوالد؟ علاش؟ واش كاز ديالها تا يا وليدي؟ سميتيه دابا انا كنمحن راسك. والله كون ماماك باقا عايشه ما تخلي، الله يرحمها ما تخلي ما تديرها لك. وتقول لي كاز ديالها تا يتبقى. الله يرحمها ويسهلها. وانت الولد كيعيش؟ حمد ربي وشكرته بخير وعلى خير، الله يجعل غير الباقي يتمم في طاعه الله. امين يا رب العالمين. روينا في كل ود بالزوج راه ما هداكش الله. شكون اللي قال لك وليدي انا ما هادينيش الله؟ هاديني الخير، هاديني لطاعة الله ورسوله. ما نهضر في حد، ما نتكلم مع حد، صافي يا وليدي. وانت ديما كتهرب يا الولد. انا ما كرهتك تشوف لك شي مرا، راه معقوله تمر عليك الدار وتونسك وخا تصيب لك كويس ديالتي وحدانيه صعيبه الولد. شكون اللي قال لك ولدي؟ شكون اللي قال لك ولدي يا هشام انا عايش وحداني؟ انا ولدي عايش على الذكرى ديال ماماك في الدار،
في كل قنت في كل زاويه كتبان ليا. عشنا وليدي على الحلوه والحاره، ما عمر الخصام كان وقع بيناتنا. حقيقه كان القلق تيوقع، ولكن كتحلو في النهار. كانت ملي كتشوفني ساكت ومكمل كتجي عندي، هي اللي كتاخذ البديره، كتقول لي كيف يدير يا سيدي، كيف يدير يا سيدي، اللي قلبو تاعي بغيك يا سيدي، اللي قلبو تاعي بغيك. هذا ولدي هو الاخلاص، هو الوفاء. الله يرحم، الله يرحمه ويرحمه. الله يرحم الوالد. اسمح لي، قالك تجوج. اسمح لي الوالد، الحقيقه فين باقي تلقى بحال التفاهم وهذا الاخلاص في هذا الزمان؟ هذا الوالد راه ولا عمله نادره. لا وليدي، باقي الخير، باقي الخير. المهم كدير مع الخدمه؟ الحمد لله الوالد، سرتو مع الخدمه الاولى، راه خديت تجربه كبيره، ودابا انا راه خدام في مدينتي، يعني الحمد لله مستقر ماديا ومعنويا. الحمد لله. الحمد لله. وكيدير الوليدات؟ كيدير المدام؟ ياك بعدا كلشي هان. اش ما كلشي الوالد، وقول بخير. الحمد لله، الحمد لله. ولدي هشام، كتبان ليا ماشي سعيد في الحياه الزوجيه ديالك. لا سعيد هو الولد، ماشي هذيك السعاده اللي كانت في زمانكم. ومالكم واش خصكم؟ انت خدام وهي خدامه، ايوا مالكم؟ هادشي كله كاين، ولكن القناعه فينا هي؟ راه القناعه الوالد فاش بقات؟ تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله. واه كيفاش تقول لي القناعه؟ خدامين بجوج عندكم دويرتكم، اعطاكم الله جوج وليدات وما حامدينش الله. هاد الهضره الوالد قولها لها هي، ماشي ليا انا. راه مريم ولات عينها كبيره بزاف الوالد، راه بزاف. صافي يا وليدي، حسيت بك واكل الدقه، شاش غدير؟ وقيلا هاد كاس ديالتي مناقص منه. سير وليدي، سير لدارك، لربما هاد التعطيله عندي تولي محسوبه عليك بغسيل الفندق. لا الوالد، ماشي حتى لهاديك الدرجه. سمعتي؟ ماشي حتى لهاديك الدرجه. المهم غادي نخليك، وتهلا ليا في راسك. تهلا ليا غير انت في راسك، ما انا راسي قاد بيه. انت يلا قلتي بسم الله، سير وليدي سير. امين الوالد، الله يعاونك. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. اسمح لي الوالد، خليت لك الراحه. الله يعاونك. ما بقى عندي ما نقول. اش غنقول؟ اللهم السكات حسن، قالوا زمان الصمت حكمه، ومنو تفرقت الحكايم كل ما قرقر، كل ما قرقر ولد الحمامه ما يجيش الحنش هايم. لا اله الا الله. من بعد كانوا شي ضغوطات عندي في الدار، واخا كنت خدام الحمد لله مزيان وصالير مزيان وداك الشيء، ولكن كانوا عليا شي ضغوطات في الدار. بحال كنسمع شي هضره في الودن ديالي كتقول لي يعني هادشي اللي انت فيه راه ما كافيش، خاص شي حاجه تكون كثر. سيرتو ملي كنسمع شي هضره في الدار عندك، لا هادشي راه ماشي هو هذاك، لا هادي ماشي هادي. يعني بحال بداو التوسويس كيوقع لي في الراس ديالي، ما عنديش هذيك الطاقه اللي انا غنوصل لهم، يعني خاصني اليوم واحد الوقت طويل باش نوصل لهم. بحال بغيت هذيك شي حاجه نربح دغيا، وما كانش عندي هذه الفكره ديال القمر نهائيا، ما عمري فكرت فيه ولا كنعرفو شنو هو اصلا كاع. صافي تغينا سي وعلى سي هشام، انا غنبقى نتسناك تجي لي على خاطرك ها، ونقول لك شبيك لبيك مسعيده بين يديك.
ترى انا متهز راني صباح خدامه. ورات انا صباح خدام؟ ايه صباح خدام، ولكن ماشي من الخدمه للدار. ما حيلتي للدراري، ما حيلتي نطيب، ما حيلتي نغسل لكم الماعن، ما حيلتي طيب لكم ما تحنجروا غدا. او مالكي مريم، اش واقع؟ اش ما مريش مشكل في هاد الحاله؟ واش تعطي لها عند الوالده هي اللي قلقاتك؟ ما تبقاش تضرب لي الشمس بالغربال. شتي انا مقلقه على شحال من حاجه. تاني الدراري يعصبوك؟ نعسيهم قلا بزز. قدر لي انا بجنابي، قدر لي بجنابي من باباك لولادي. واش خصني كلشي؟ انا خصني كلشي. واش بنت خالتي، بنت خالتي سلمى هي كتعرفها، ياك راجلها بوحدو شرا ليها مأتت ليها الدار من طقطق تل السلام عليكم. دخل الكوزينه تفها، دخل الصالون هاك كيشعل شعيل. واخا جارتنا، جارتنا هي الاخرى، ياك بوحدها راجلو اللي خدام ليها جالسه ليا في الدار. والله والله بيت نعس لي عندها ما عندي. ودابا اللي سمعك مريم غايقول بحال حنا جالسين فوق الدس. واخا لا لا، هاد الكوزينه اش خاصها؟ خاصها بزاف. خاصنا ماكينه ديال الصابون، خاصنا ماكينه ديال غسيل الماعن، خاصنا فران ديال الضو، والثلاجه. الثلاجه فينا هي الثلاجه؟ وستي فيها مريم، علاش حنا ما عندناش ثلاجه؟ هاك اخويا ودابا هادي كتسميها ثلاجه؟ هادي كتسميها ثلاجه؟ غنقول ليا انا ماشي، انا سيدي انا باغا ثلاجه بجوج البيبان وبالالوان. يلا الحمد لله وشكرا يا مريم، راك اللي ما لقاش الربع في هذيك الثلاجه. شي هذيك اللعيبه ديال البيض اللي كما لاقينهاش الناس. كانت وا مريم الانسان ما يتعلقش فين يتفلق. ايه ودابا اللي بغى يقاد دارو ويقادها ويشوفها زوينه ولا يتعلق فين يتفلق. والله يعطينا وجهك اخويا. بس بس مني وا مريم. وا مريم تسام فيقي صافي دغيا ناسي. والله يهديك يا مريم، والله الا كنت ديري داكشي ديال الدراري الصغار. مريم العلاقة الزوجية هي أن واحد الأشخاص شخصين يعني اتفقوا واحد النهار أنهم غيبنيوا واحد البيت، وغادي يكون الأساس ديالو يعني من ضرورية الأساس ديالو أنه يكون هناك احترام. الاحترام طبعا كان حب او كان حتى يعني واحد ملمين مع بعضياتهم الى اخره، لكن ما يمكنناش نمشيو بعيد لو ما كانش الاحترام، وكانت واحد الاحترام ديال ايضا نقولوا ديال الاخلاقيات وديال القوانين ديال البيت. يعني مين تنتزوجوا ماشي فقط تناخذوا واحد الراجل، تناخذوا واحد العائله، تناخذوا واحد المحيط، تنعيشوا في واحد البيت معين، تنولدوا اولاد، تنديروا مشاريع، تنديروا برامج، فهذا كله خصو يتخذ بعين الاعتبار، ماشي فقط هي رغبه رجل وامراه. هنا هي هو يعني مشروع مجتمع مين تنتكلموا على الزواج بشكل عام. النهار ما عليا ما بيا، جالس في الخدمه بالليل قدام بيسي كنقاد شي حاجه عندي في الخدمه، جا رايح لي واحد الشيطان كنسميه شيطان انا داك الشخص. مع كل تحفظ يعني انسان جرح حداك؟ جرح الانسان حدايا رياح، بقينا كنتعاودوا على المشاكل اليوميه وهادي. ويقترح عليا حتى روح السيد راه رباح وهادي وهادي وهادي، ورا دار ودار الدار ودار الطومبيل وهادي ومستقبل. تيحكي لي على واحد التجربه ديال واحد السيد. الليل بالقمر وصل وصل شي حوايج اللي انا كنتمناهم، وفحال جا لقى واحد في هذيك اللحظه اللي كان هو كيهضر معايا، لقى فحال النفسيه ديالي انا مهزوزه. يعني اي حاجه غنسمعها تقدر تاثر فيا. عرفتي يا خويا اليوم في الخدمه راك ما عجبتينيش، وغير سولتك لقيت قلبك طيب. داخل لي داك الشمراك قال لك هضره كثيره وسكت حسن. كنت حكيتي لي قبيله في الخدمه على شويه ديال المشاكل ديالك، وانا راه كبر منك في السن، يعني عندي عليك تجربه، واللي فاتك بليله فاتك بحيله. عندك الحق، انا السي مصطفى وليت تايخ، ما بقيت عارف راسي من رجلي. كنتي حقا قلتي لي بلي مراتك منوضه لك القوق والبرقوق، واش هي خدامه بعدا ولا لا؟ وخدامه وكتوشي مزيان. كتوشي مزيان؟ ايوا فلوسها فين كيمشيو؟ حتى هي مكافحه، غاديره خدامه للدراري قابله في الدار. ايوا تتعاون دارهم شويه والباقي راك عارف موظفه، مكياج واللبس وداك الشيء راك عارف. واخويا هذا الشيء اللي قلتي لي راه كله مزيان، واشنو باغا مازال عاوتاني؟ واش سي مصطفى ما نكذبش عليك، هي ما كرهاتش تبدل الطلانط كل شهر، ما كرهاتش تبدل الدار غير بالجديد. المهم عندها هي ملي يجيو العائله ولا صحاباتها خاصهم يدوا ما يعاودوا.
ولكن اخويا هشام راه حتى واحد ما كره الجدي غير هي راه خصك مع خاتم سليمان اخويا هشام وهادشي اللي عطا الله سي مصطفى راه كنت كنفكر باش نزيد شي تويعات وشي شركات ولكن راك عارف هاد الخدمه عندنا ما كاينش الوقت سبحان الله يا خويا كتحاول لي على المشاكل ديالك ها وراه تفكر واحد السيد عنده بحال المشاكل ديالك وكثر منك كاع وابقى يا خويا حتى لقى الحل واخويا الا كيوالعني هاتيني بيه سي مصطفى ولكن بيني وبينك الحل عليك يا مولانا ولا وزارة غير هو راه تفتحوا لي جميع الابواب في وجهه ولا كاين واحد العاقه تلقني سي مصطفى انت دابا درتي ليا بحال هذاك العطشان اللي جبتي قدامو الماء وبديتي تتلعب بالكاس واسقيني يا سي مصطفى رويلي تلقني قولي بيني وبينك غادي تعمر نوي مرات زوج وريقات ولا ثلاثه وغادي تيسر هاد الامور وبنات كيفاه ما فهمتش وتا الخيل صاحبي الخيل راه يطلع لك الزر غادي تربح مليون ولا زوج وتقدر تربح حتى 10 مليون اما اذا كان عندك شي زهر كيهرس الحجر وتقدر تربح حتى 100 مليون 100 مليون 100 مليون لا 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 سي مصطفى اتخني للدوامه نقدر ما نربحش ونزيد خساره على خساره لا وانت على حسابي يا صاحبي على حسابي انت الشيء اللي ما ربحش اليوم غتربح غدا دير النيوبات مع الحيه انت عمرك لعبتي وانا خويا بيني وبينك ملي كنصير كنلعبو واحد السيمانه ولا زوج وكطلع القضيه مزوره ولكن انا سي مصطفى راه هادشي راه ما تنعرفش منين تنجي والو شوف غدا غادي نمشي انا وياك للقهوه ديال الخير ورا برعني ورا برعني غادي نفهمك اسيدي كلشي ونفهمك حتى الخيل اصلهم وفصلهم صافي يا كسيف يا صافي صافي يلا كمل يا قهوه وخدا وغدا ان شاء الله من الخدمه ديرك الخيل عاود دير السلاح صافي مل الله سيدي على صافي لا صافي يلا نمشي بركه بعض الاحيان تنشوف ان بعض الاشخاص سيتنافسوا مع بعضهم وهذا في حد ذاته مشكل لان اساسا اللي بغيتي تشعر بالشعور ديال السعاده خص ضروري ومؤكد تحيد نهائيا المقارنه مع الاخرين فكل واحد عنده رزقه التفريقه مختلفه لكن كل واحد عنده حقه ديال المشاكل وحقه ديال السعاده وحقه ديال المتاعب فبالتالي من الاحسن انك يعني تركز في المسائل المزيانه اللي عندك وتخلي المسائل المزيانه عند الاخر لانك لا تعلم شنو عنده هو واحد اخر فدائما المقارنه خاصني نحيدها نهائيا من السلوكيات ديالي اليوميه الا بغيت نبقى دائما سعيد الغد لي عاود مشيتوا مشيتوا لتما الغد لي مشينا هبطنا للسونتر فيل مشينا للمقال اللي كيكون فيها الشيء مشينا جلسنا في القهوه جبت لي دوك لي بروغرام اللي كيلعبوا بهم وهادي شنو هذا هاد العود هذا شنو سميتو شنو الكاباسيتي ديالو هادي بدا كيشرح لي دوك الامور بدينا كنلعبوا بدينا بشويه الفلوس انا بغيت نعرف ديك المره الاولى فاش لعبتي المره الاولى لعبت بواحد الثمن اللي هو رمزي كان 36 درهم اليوم لا غدا لا بعدو لا ما ربحتش ولكن ديما يعني ملي كتدخل العالم ضد القمر راه ديما كاين هذاك الهامش هي غتربح هي غتخسر يعني راه ما قالو قمار الا قمار يعني راه كتاخذ لو ريسك شنو كان احساسك ديك الساعات وانت غادي يعني ما خفتيش ما قلتيش مع راسك راني غندير شي حاجه اللي ما عمرني ما درتها انت قلتي لنا انك عشتي في واحد الاسره اللي هي محافظه يعني شنو قلتي مع راسك ديك الساعات واش ما فكرتش من ان فوا بديت اللعبه الاولى ما بقاش عندي هذيك الفكره ديال لا هذه دي راه حاجه خايبه كنديرها لا صافي كتجيني عاديه علاش حيت ما كنتش كنخسر في الاول بزاف مثلا مقارنه مع داكشي اللي كنشد ديال الفلوس ولا هادي مثلا كتبان لي مثلا 500 درهم في الشهر اللعبه ولا هادي كتبان لي عاديه ولكن واحد الوقت تطورات الامور يعني يمكن نمشي كناخذ الصالير ديالي كامل خاصني نمشي نلعب سي مصطفى وعلام هذا ما عمرني عشتو ولا عرفتو كيفاش داير علام ماشي العالم هذا غادي نسيك في كلشي الهموم ديالك في كلشي كنقول لك واحد الكلمه ومن بعد غادي تفهم بزاف ديال الحوايج والناس هنا بان ليا وشي فرحان شي ناكل بلي شي لابس مزيان بلي شي مكرفس ما فهمت والو من بعد غادي تفهم كلشي دابا هنا مجتمع مسخر شي عطاتو وشي زواتو
اللي عطاته فرحان واللي زواته يا خويا كذا. خويا ما خصنا بلاك هاد اللي فينا يكفينا. شوف شربوا القهوة ديالنا ونشوف حالنا. كيفاش شربوا القهوة ديالنا ونمشيو في غنجي؟ انت واش دخل الحمام بحال خرجوا؟ وبعد ولا مشطار راجي ما صاحبي. شوف والله ما نخرجوا من هنا حتى تلعب شي ورايقات. ودير غير النية ولا طلع لك الجو غادي تربح الفلوس ديال الصح. انت غادي تلعب؟ انا راه ديما كنلعب اصاحبي ولكن انا جيت خصيصا على ودك انت. ياه بغيت نوريك الكورسات. ياه ونوريك الخيل اصلهم وفصلهم والفافوري من التوكا. ورا برا البروفيسور سي مصطفى مع راسك. حكلي تنقول ملي كنت كنشوفك في الخدمه شاد ديما السيلو ورقه كنقول سي مصطفى مسكين تيبلاني الشعريه ساعتها تبلاني الكيادر باش تعرف التوكار من الفافوري. اسيدي ما عندي ما يتسال. شي اللي عرفتي الفافوري من التوكار الدرس الاول حفظتيه ما عندي ما يتسال. الدرس الثاني دابا اجي معايا. غادي نلعبو الكورس الاول. زيد فيها 17 عود غتعطيني من واحد حتى 17. يلاه عطيني شي نويمات. واش غنقول من واحد حتى 17؟ يلا سيدي الخمسه زيد هاد الخمسه. خمسه زيد سيدي 11 هي ودير 10 صاحبي. 10 مزيانه واللي بان لك انت راه حتى انا راه بغيت لك الخير انا راك عارفني. واش غنقول لك سير شحال عندي من صاحب؟ راه عندي انت صاحب زيد 10 درناها 10 مزيانه. دير سيدي السبعة. سبعة وثمانية وثمانية حدا اختها ما عندي ما يتسال. سويرتي مولانا انا وتربح مضمة ولا ما كانا تم وانا برا تم كاع تا كاع الزهر عندي. شوف إذا طلع لك الجوك غير وريقة ولا جوج غادي تربح 100 مليون وهذيك 100 مليون غتشري بها سيدي مضمة وغتشري بها الخواتم والسلاسل وغدير مع صاحبك مزيان بشي سليسة تبقى تفكر فيها. عبدي خاصها تجي الربح. يلا بون شون الله يحفظك. الاشخاص طبعا اللي يعني كل يوم عندهم واحد روتين يومي انه تسمع واحد الكلام ان هذا الشيء ما كافيش وخصنا 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 ربما تؤدي به انه يعمل واحد التصرفات اللي ممكن غدر العائله فيما بعد لانه يعني خرجته على السطر او خرج في نطاق الاخلاقيات والتي قبل على نفسه شي مسائل ربما هو ما كانش غادي يديرها لو كان في ظروفه الصحيه والطبيعيه والعقلانيه العاديه. لكن طبعا ملي تيكون هذا الزن وهذا الطموح الزائد هو الطموح شيء جميل لكن ما خصوش يفوت الحد ديالو. ملي تيولي يفوت الحد ديالو تيجعلني انني نولي ندير شي مسائل يعني غير مقبوله وعندها مشاكل من بعد كالسرقه او اي حاجه واحده اخرى او نمشي نعمل شي حاجه ما مزياناش باش يمكن لي فقط نشوف غير الفلوس خصني نجيبهم هنا تيولي مشكل. خاصه انه وهذه خصني نقطه نوضحها مزيان الماديات ماشي اللي تتخلق السعاده. بعض الاشخاص تيجيب لهم الله بان يعني بمجرد ما غيكون عندهم الفلوس بزاف بمجرد ما غتكون عنده الطوموبيله كبيره بمجرد ما غتكون عنده الدار الكبيره غادي يولي سعيد. لكن هذا طبعا امر خاطئ لان السعاده هي غير مرتبطه بالاشياء الماديه. الماده تتسهل لنا الحياه ولكن ما تتوصلناش للسعاده لان ممكن نلقى شي واحد داخل في بيت متواضع ولقى واحد الزوجه يعني صالحه ولقى واحد الابناء صالحين وربما جالسين على كويزاتي والشفنج وهذا وفرحانين وكاينه واحد السعاده وربما نلقى بالعكس واحد البيت ضخم والسياره فارهه الى اخره والاطفال كل واحد شنو تيدير والزوجه ليست موجوده الى اخره. فبالتالي الله يعطيكم الستر دائما قلبوا على السعاده هنا من الداخل والانسان دائما يكون حامد الله وراضي بما قسمه الله له. اسمح لي سي هشام لان ماشي كلشي الناس عارفين هذا الشيء ديال القمر. انا دابا ملي كتقول لي القمر بالنسبه لي راه بحال داكشي اللي كنشوفوا في التلفزيون وهذا شنو علاش كتلعبوا بالضبط؟ سباق الخيل مختلف هذاك الشيء. مثلا الطريقه باش كيلعبوا الناس سباق الخيل كيجي كيكون واحد البروغرام كيكون واحد التيران سواء ملعوب في المغرب ولا فرنسا كيكونوا 8 ديال الكورس في النهار كاين في وسط هذوك 8 ديال الكورس كيكون واحد الكورس برانسيبال. هذاك الكورس برانسيبال على حساب نتو الفلوس ديالك هو كيبدا فيه اللعب من 12 درهم. 12 درهم كيكون مثلا الكورس فيه 16 عاود كتختار انت خمسه ديال الخيل من هذوك 16 كتلعبها ب 12 درهم. بغيت 12 درهم اللعبه. نورمالمون دوك الضغوطات ديال الدار هي اللي خلتني نوصل داكشي.
مثلا ملي كتكون في الدار كتبقى تقارن بشي ناس اللي اصلا ما اقل منك. انا باقي ما كنعرف والو داك الشيء، انا كنعرف الخدمه الدار. ويلي ويلي ويلي، وكون درت الخمسه في بلاصه ثمانيه كنت راه عاد الربحه مزوره. شنو ما عنده زهر؟ شكون اللي قال ثاني هاد الخمسه غدخل؟ ولكن خده خده والله اللي ما نتواضر معاه حتى نجيبو في الارض. واش انايا من الصباح وانا باغي نعس الدراري والاستقامه الزمان دخل سالت ليا الصالون؟ جايب شويه هيك هيك يلا نعسيهم بغات فيقام تاني. ينعسوا ولا يقعدوا هادشي ديالك انت يطلع ليا فراسي. او واش انت كنتي كتوصل قبل مني للدار تصيب ليا قهيوه تصيب ليا اتاي؟ دابا ولتي اخر واحد كيدخل العماره. بلاتي اش بغيت نعرف فين وليتي كتعطل فين؟ يا بنت الناس، يا كنتي بغيتي فراش الصالون بغيتي جديد بغيتي تبدلي كلشي وداك التجهيز ديال الكوزينه صافي ما بقيتش باغا تبدلي، راه على هادشي هادشي اضطريت نزيد السويع. شنو قلتي؟ كتزيد السويع؟ اخويا من نهار ولاتي تزيد هاد السويع وتا اللور اللور. بالعكس بالعكس، انا راه اللي كنشدها راه تنخبيها باش نهار نقرر نبدل بجديد غادي نبدل كلشي مره واحده. وجدد راسك وديها في هاد الحالة. هاو والجيران والجيران عباد الله طاح عليهم عجب، قالك هزيتي هشام حطيتي هشام. كيفاش هشام هو هو وهما كل واحد يدخل سوق راسو كل يديها في راسو؟ انا بوحدي شي انا هي اللي ما ندخل سوق راسي فهمتي، حتى نعرف راسي من رجليا. دابا قولي انت شنو بغيتي تعرفي؟ بغيت نعرف فين فلوسك، فين فلوس الماندا، فين هاد فلوس السويعه هشام؟ كنتي مستهاني ديما باغي تبدلي ديك الثلاجه وبغيت تشري الفران ها وبغيت تجهزي الكوزينه بجديد، راه علاش هادشي كامل انا راه كنجمع باش غنجهز هادشي كامل كلشي في خطره مريض. واش كضحك عليا ولا كضحك على راسك؟ ها واش حنا كنا في التجهيز تا ولينا كروشنا ما شبعانينش فيهم؟ سير طلع على الثلاجه والله تتنوض طلع عليها وتقول حاجه واش فيها كتصفر. صبري يا مريم بلا صداع، راه شي نهار غادي نفاجئك. سمعتي راه غادي نفاجئك يا مريم. بصح راه بصح غادي تفاجئني، بصح تفاجئني. اولا عباد الله اولا خلي سطيني. هادي مالا هادي قربت لينا الابداع كاع من الثمانية ما بقينا عارفين السبعة من الثمانية صيب. طبعا في العلاقة الزوجية ملي تنتعاهدوا على اننا غادي نمشي في واحد المشروع ديال الزواج وفي واحد المشروع ديال الاطفال الى اخره، تيكون واحد الرباط روحي. هذا الرباط الروحي هو اللي تيجعل ان الزوج والزوجه تيكونوا متحدين على القبيحه على المره وعلى المزيانه. فبالتالي ملي تتكون واحد الظروف ربما شي واحد فيهم مرض او الى اخره، الاخر خصو يهز به ويعاونه. هذا هو يعني العهد اللي دار في الاول، يعني تزوجنا على الحاجه المزيانه والخايبه. فالانسان تيخطا، يعني ممكن الزوجة تخطأ وممكن الرجل يخطأ، لكن ملي الإنسان يعترف بالخطأ الاعتراف بالخطأ فضيلة. فمن يعترف بالخطأ ويجي ويقول لك ساعدني ويمد لك يده، يعني يقول لك ساعدني أنا محتاج لك، خص ولا بد مؤكد أنك تعطيه هذه اليد وأنك تعاونه، ويعني تحاول ما أمكن أنك تخلي ذاك الرباط الأسرة مرتبط، ونحاول ما أمكن لما لا أن الأمور ترجع للمجاري ديالها. تمشي للقهوة كتجلس مع الناس، هذا كيقول لك حاجه، هذا كيوريك حاجه، كيجبد لك الورقه، يعني واحد كل واحد كيعطيك فكره كيعطيك طريقه. بحكم ان داك الشيء دابا كلشي كاين في جوجل انفو، كتدخل جوجل مثلا كتقلب على الليسيت في الانترنيت كتقرا كتعرف كتاخذ معلومات، ما تحتاجش اصلا واحد يوريك مثلا شنو غتلعب. وملي كتمشي انت في هذيك البلاصه يعني كيبان لك هذوك الناس اللي تيلعبوا يعني باين عليهم انهم تيربحوا، كيدير الحاله ديالهم يعني واش ملي كيلعبوا شي حاجه كيعاودوا يربحوا شي قيمه واحده اخرى ماليه؟ ما كاينش مؤخرا انا منين كما كيقولوا منين فهمت بانني غادي في واحد الحاجه اللي ماشي هي، بعض المرات كندخل القهوه ما كنلعبش، كنجلس كنهبط قهوه كنبقى نشوفها في دوك الناس اللي جالسين، كنشوف بنادم عنده 60 عام وباقي ما دار والو من داك الشيء، واحد ماشي زعما حيت كبار في اللاج ولادي، ولكن كنشوف بان ناس عندهم 30 عام في داك الشيء ولا 40 عام وما كيلعبوا. كنشوف نفس المشكل بعض المرات ما يلقاش هذيك القهوه كيهبط وكيبقى تغاوت مع السيد اللي كيسربي ما عندوش واش يخلصها مثلا ولا هذي، كتقول فين غادي انا باش. ما كان ولدي شواغل حوا
حول ولا قوه الا بالله. علاش علاش كتسول؟ كنت اتصلت بيه وقلت لي ضروري خصني نشوف. ايه توحشتك وليدي، واش كنتي كتجي عندي جوج مرات حتى ثلاثه في السيمانه؟ دابا كتصب ليا مره واحده في التليفون. راك عارف الواد مع الخدمه ومن هادي لهادي والمسؤوليه راك ترات الوالد. اش من مسؤوليه كتقصد؟ واش ديال الخدمه ولا ديال الدار؟ لا لا ديال 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 الدار بخير بخير. ديال الدار بخير. ومال مراتك كتشكى منك؟ مريم كتشكى مني انا؟ وما هي مره ما هي جوج. وزوينه هادي، هادي ديال ضربني وبكى وسبقني وشكى. واش تك قلبك عامر وليد؟ عاود لي اش كاين؟ اش واقع؟ اش غادي نقول لك الوالد؟ مريم مطالب ديالها ما بقاش كتقادها، ما كاين غير خاصني 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 خاصني. ورا المطالب وليدي ديال الدار هي هادي، الدار راه خاصها شحال من حاجه، هادشي كاين. مال هادشي عارفو الوالد، ولكن توصل الدرجه ان الثلاجه يلاه عندها عامين مابقاش عاجباها، طلامط مابقاوش عاجبينها، شافت واحد الماكينه ديال الغسيل ديال الماعن عند بنت خالتها، قالت لك منها من خلاق، راه بزاف هادشي الوالد. هادشي كاع طالبه مراتك، والعجب هذا، العجب. والوالد هادشي اللي قلت لك راه غير الربع، راه غير الربع في المطالب ديالها. اسمع وليدي بلا ما تتعصب وبلا ما تقلق، روا كيبان ليا ولدي هشام اللي كنت كنعرف ما بقاش هو هذاك. كتبان ليا وليدي دباليتي وضعافيتي، اش هاد الحاله الوالد؟ واش اللي عيش حتى غدي لمريم؟ كيفاش بغيتي يولي؟ كيفاش بغيتي يكون؟ المهم رد بالك راسك وليداتك، وكل شيء عنده الحل، كل شيء تصلح. إلا لبنت لك شي تخريجة أخرى. كيفاش تخريجة الأول؟ إوا على ما عودت ليا قالت لي ولدك هشام فلوس وما بقاو فلوس، ولا يتعطل ولا يسهر. وقلت هادي ها قضية شي مرا ولا شي. اش كتقول الوالد؟ واش انا تكافيت مع هادي اللي عندي؟ هذا باش غنزيد تانية؟ صافي صافي، وقيلا في هاد القضية شلاه ما غيتقال. يلا طلع معايا للدار وغنكملوا الهضرة. يلا. السعادة بشكل عام عندها بزاف ديال الأسماء، يعني ممكن تكون السعادة الزوجية، ممكن تكون السعادة الصحية، أنك تشعر بصحتك مزيان، أنك تكون مع أهلك مزيان، مع وليداتك مزيان، في العمل ديالك تكون سعيد، في يعني مع الله سبحانه وتعالى تكون سعيد. فعندها كما تنقول أقسام عديدة ومتعددة، وطبعا الإنسان الذكي واللي تيبحث على السعادة دائما خاصو يلقاها في هاد المحاور ديال الحياة كاملين، اللي هما طبعا العائلة، الصحة، الدين، العمل، العلاقة مع الأصدقاء. فهادشي كله خصو يكون طبعا ماشي في واحد التوازن باش يكون واحد الشعور بالرضا متكامل، لان لو عندك شي حاجه ناقصه تتحس براسك ماشي هو هذاك. فبالتالي خصو يكون عندي توازن في هادشي كله باش نكون حاس بهذا الشعور بالرضا والسعاده الدائم. اللي بغيت نفهم السي هشام، يعني انت كتقول خاصك شي حويجات في الدار، الزوجه ديالك تتلومك على انك ما يعني ما قايمش بالواجب كيف ما بغات هي، انت اكيد يعني راك كتصرف على حسب ما قلتي لينا، ولكن هي بغات شي حوايج واحد اخرين، ولكن كيفاش كانت كتعطيك خاطرك يعني تمشي تخسر هذاك القليل اللي عندك وتخليها هي؟ يعني كيفاش تعطيك خاطرك يعني تمشي تخسر هذاك القليل اللي عندك الوغ خاصينك شي حوايج واحد اخرين في الدار؟ يعني كنشوف راسي انايا كندير واحد المجهود، ولكن ملي كنجي للطرب شهر ارتاح كنسمع واحد الهضره اللي ما تعجبنيش انايا. بحال باش انت انا عندي واحد النفسيه عندي واحد لا ملي كتقول خصني هذا وبغيت هذيك وتقارنك بواحد الناس من العائله مثلا لا ديالها ولا ديالك، وانت كتشوف هذوك الناس كتشوف هذوك الناس بانهم اصلا ما واصلين لكش حتى 50% ولا 40% من داك الشيء اللي كدير انت على قبل ولادك وعلى قبل دارك. جيت ودرت معاه واحد الحل زوين، نشت راسي انا تبليت، قلت لها شوفي بنت الناس غندير معاك واحد الحل زوين، ما كاينش شي قمار كيدير هادشي، نعطيك كارت كيشي ديالي الكود ديالها وسر الشهر سيري. قلت لها انا حاليا كنعتار بانني ما قادش على هاد المسؤوليه هادي، لقاش انفو كنشد الفلوس كيبان لي العود، عوض ما تقول واخا الراجل عندي ما عندي ما ندير. تبلا
الله يعفو عليه نوقف معاه شنو درت هي قالت لي تحمل مسؤوليتك انت هو الراجل دبر راسك الوقت هو الوقت انت كينعسوا الدراري عاد باش السي هشام جاي داخل ليا الله يهديك مريم دابا فين بغات توصلي بهادشي ما كاين حتى شي انا بغيت غير هشام اللي كنعرف يبقى هو هو ولا تخليتيه ديك بالمطالب ديالك اللي ما عندها لا اساس ولا راس هي اللي خلاتني وصلتني لهاد الحاله دابا منين عرفتي راسك وصلتي لهاد الحاله قول قول لي اعترف شكون هي هادي اللي وصلتك لهاد الحاله قول دابا عاد عرفت الواليد شكون اللي دخل لي هاد الفكره ديال مرة في حياتي ومنين هشام انا كنشوفك ضايع ما بين يديا لا صحه لا فلوس بغيتيني نبقى مربعه ولا علا نسيتي نسيتي شكون اللي وصلني لهاد الحاله ها نسيتي شوف بنت خالتي طلعت لي يلاه بثلاثهم شوف جارتي الثلاجه عندها بست البيبان شوف فلانه شوف فلانه نكيتي حياتي الخوي الخاوي شويتي عندي ياك هشام ياك ها مشيتي دبرتي على مرة تنشط لك حياتك امري خوي راسك من هاد الشيء راه كل ما عش حد الضغط ديالك بغيتك تقلب على الفلوس فين ما كانت ويلي ياك ما وليتي شفار ولا قمار ناري مريم هاد القوق اللي درتي لي انا في راسي ويخليني ندير كثار من هاد الشيء هشام اش من طريق شديتي اللي خلاتك لا صحه لا فلوس انا غرقت خاصني عاوني وانا اش بغيتي لي ندير ليك انا شنو بغيتي ندير ليك انت غتعاونيني بحاجه واحده ياك غنكارت الشيء ديالي تيري الصالير ما بين 7000 حتى 8000 درهم انا عطيني غير 1000 درهم وتصرفي مريم في الباقي لا لا حال الله بيني وبينك شكون اخويا الراجل في الدار انا ولا نتايا او لا خذ الماندا ديالك وصرف على دارك تسمعني انا ما تحملنيش هاد المسؤوليه دابا عاونتيني بكري ها عاونتيني بكري مريم راه وليت مدمن على القمر مريم راه وليت كنلوح فلوسي في الخوا الخاوي راه الا ما عاونتينيش مريم راه غادي نغرق بالضبط المحلي دائما تنقولها سامح انت الرابح لان دائما الانسان من تيسامح وهذه طبعا كاع لي كوتش ولي يعني البسيكولوج الى اخره غادي يتكلموا عليها لان دائما حنا من تنقول تندوزوا المرحله ديال اننا يعني تنسامحوا تنوليو مرتاحين فتعطيك واحد الشعور بالراحه ما تبقاش داك الغيظ وما تبقاش داك يعني الكراهيه وما تبقاش حب الانتقام الى اخره فهاد الشيء خصني نوضعوا على جانب هي من الاشياء ايضا اللي تتعطينا السعاده هو اننا نحاولوا نحيدوا علينا هذا يعني هذا الشعور السلبي وهذا الشعور بالكراهيه ونحاول نعوضه بواحد الشعور بالتسامح بالحب فالله سبحانه وتعالى تيسامح وما دام طبعا الحياه مستمره الا وهناك امل ودائما نشوفوا كيفاش نزيدوا القدام اللي تيشوف اللور تيطيح فشوفوا القدام وخص دائما الانسان يقول كيفاش غادي نحل هذا المشكل ماشي علاش لان السؤال علاش دائما تعطيك المشاكل فدائما يركز في كيفاش نحل المشكل وكيفاش نزيد القدام وكما قلت الله فتح باب يعني الغفران ديالو فما بالك بالعبد شحال ديال الوقت تقريبا عهد اكتئاب ياك اللي سابك في واحد الوقت وصلت للمرحله يعني صافي ما بقيتش كنمشي للخدمه كاع صافي واحد النهار خدمت دابا ولكن الخدمه ماشي السبب لحقاش كنمشي مثلا للقهوه لا شنو وقع لي بحال ملي كيبقى يتحرك لي داكشي في العقل ديالي ماشي كنفكر في الخير يعني كنقول اش هادشي انا كندير ملي وقعت لي واحد المره يعني اخر مره كنعقل في هذيك الخدمه وانا فيها 8 سنين وكنت خدام خدمه مزيانه بزاف يعني ما غنعاودش نلقى في حاله داكشي كيبقى الارزق بيد الله خرجت في 10 د الليل ما عاودش مشيت لديك الشركه ما مشيتش للدار 3 شهور كنمشي للناس في الجرده الناس فين ما لقيت كنناس طفيت التليفون ما بقيت كن الناس اللي كيعرفوا حتى واحد ما كيعرفني فين انا ثلاث شهور انا كندور غير فين ما لقيت خاصني الناس
الاسره ديالك قلتي ما كانش في خبرهم في الاول، ولكن وقعت شي حاجه مع الاب ديالك اللي شويه فيقاتك، شنو وقع؟ جلس كيهضر معايا قال لي يعني كنت كنسمع وكنسمع هادي وهادي كتوصلوا الهضره قبل الحال كتوصلوا الهضره، قال لي ما كنتش كنبغي نهضر معاك على اساس انك زعما شي انت ماشي ديالو، انا عارف ما ربيتكش على هادشي وهادي وهادي وهادي. قال لي انا نقول لك حاجه واحده، قال لي اصلا اختار رضا مشيتي لك شي انا صفت عليك بعتي عليها ولدي انا راضي لك، حكم اني ما عنديش الوداد ديالي الله يرحمها، انا راه كلمتو هي اللي مسموعه. من بعد هذيك الهضره كنكون جالس يكون عندي مثلا شويه فلوس في الجيب كنقول غنمشي للعب، كتجيني ديك الهضره في ودني لا وريح. دابا تقريبا بحال انا ما نقولكش يعني ما بقيتش ماشي لا ما كنلعبش، ولكن راه كنقاوم هذيك كنقاوم هذيك الرغبه في اللعب. الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله رب العالمين. اسمح لي اسمح لي الوالد انا غلطت في حقك. لا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. انت ما غلطتيش في حقي، انت غلطتي في حقي وفي حق امك الله يرحمها وفي حق العائله. اش هاد الحاله اللي وصلتي ليها؟ اش هاد الحاله اللي وصلتي ليها هشام؟ انا براسي والله ما عرفت شنو وقع لي. هادي هضره خاويه، انت وليدي بغيتي تختصر الطريق، بغيتي تلبي المطالب ديال مراتك، هالنتيجه اللي وصلتي ليها اشنا هي؟ لا ديدي لا حب الملوك. انا غلط على الوالد. الغلط ماشي ديالك بوحدك، سمعتي؟ الغلط كتحملو حتى مراتك، كتحمل فيه جزء كبير من المسؤوليه. عندك الحق، الوقت اللي غرقت عطيت الكارت كيشي كيتي لي السالير ديالي وتصرفي وعاونيني، ولكن تربت عليا الوالد تربت وخلتني غرقت خلتني كنغرق الوالد. صافي يا ولدي صافي. حبا صافي البكا من ورا الميت خسارة. اشنو درتي مع مراتك؟ ملي غرقت الوالد خرجت من الدار وبقي شفتها. لا وليدي هذا ماشي حل، بركة وليدي عم زيان شتك عم مرخي ومقعبب انت مالك؟ شوف راه عندك وليدات لازم تشوفهم، سمعتي ولا لا؟ واش البرا الوالد لما تتوقفش مع راجلها وقت الحزة واش هادي تسميها مرا؟ صافي يا وليدي انا غنتذاكر معاها، انا غنتفاهم معاها مزيان. شوف ترى وليدي راه عندك الساروت راه مفتوحه في وجهك دائما، غير هو على شرط شرط الوالد الا مشيتي ترجعتي لهذاك البلا اللي كنتي كتلعبو. سمعني مزيان، نهار نسيق الخبار بانك رجعتي لهذاك الويل انا ساخط عليك الى يوم القيامه. من انت ولدي من اباك؟ كنوعدك الوالد عمرني نبقى ندور في ساحته ولا نلعبو. صافي اخر مره. عرفتي يا ولدي كي غندير تنطلع في صحتي من الانسان كيشوف ولادو كيضيعوا قدامو تيريبو قدامو، هذاك هو الهلاك الكبير ديالهم. كي غدير تتبقى الصحه؟ كي غدير ترى لي في صحتك الولد؟ راه انت اللي بقيتي عندي في الدنيا وكنوعدك ان شاء الله غادي تسمع ليا اخبار الخير من اليوم. واخا ولدي تتهلا ليا في راسك، تراك ما عندي غير انت، امك ماتت الله يرحمها بقيتي غير انت ولدي. صافي اسمح لي الله يرضيك الله يرضيك ولدي الله يرضيك الله يرضيك. صافي صافي صافي.
الله يرضى لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. اكيد كاين واحد المجموعه ديال الحوايج اللي كتقال على الناس اللي كيقمروا. سي هشام دابا غادي توضحها لي. ما انت عشتي في هذا العالم هذا، تيقول لك شحال من واحد يكون غادي يقضي شي غراض وهاد الشيء فليسات معاه، غيشري شي حاجه للاسره ديالو ولا شي حاجه اللي ضروريه يعني في الدار ديالو، حتى كيصدق قلب الطريق وغادي لديك القهوه فين يقمر وكيخسر دوك الفلوس. واش انت عمرك تحتي في الحاله هذه؟ يعني ملي كتكون كتدخل لك العالم صافي راه ما كيبقاش عندك هذاك، ما كتبقاش شي حاجه كتقول لك لا رجع الله ما كيانكش تنيرك على التقدير. وقتاش كيوقع لك هذا المشكل ملي كيكون عندك فلوس في الجيب وكتكون غادي قاص القهوه باش تجلس باش تلعب، وهادي ديما عندك ديك الفكره ايجابيه انك راه غتلوح الفلوس وغتاخذ الفلوس غتربح وغتمشي تصرف وغتشيط بزاف ديال الافكار بزاف الحوايج كيبانوا. المشكل فين كيوقع؟ هي ملي كتمشي مثلا عندك واحد المبلغ ديال 1000 درهم في الجيب، كتمشي كتجلس كتلعب اللعب الاول والو اللعب الثاني اللعب الثالث، كتبقى غادي كوك غادي كوك، بعد المره حتى فلوس القهوه ما كيبقاولكش، كضطر انك داك السيد اللي كيسرب خاصك تقول له حتى غدا ان شاء الله. وهادي بعد المره هذيك 10 درهم ديال القهوه راه ما غتبقالكش في جيبك. وانت دخلتي انت داخل ب 1000 درهم، تقدر داخل ب 2000 درهم على حساب اللي دخل. قبل ما نبداو هاد التصوير سي هشام، كنتي لمحتي لي انه كانت وقعات شي حاجه في هاد القهوه اللي خلاتك حركات فيك شي حاجه وفيقاتك شي شويه باش ترجع على هاد الطريق هادي، شنو هي؟ الحاجه اللي وقعت قدامي هي في العيد الكبير. كنت فين هاد الغبوره صاحبي؟ مابقيتش كتبان، توحشنا بغينا نشوفوك اصاحبي. الا كتقصد تشوفني لاعب نوي مراتك، داك الشيء راه فضيت معاه، صافي. والترا ديسا صاحبي ومسوقره وفون فافوري. ولعب انت؟ انا راه من نهار قال لي الوالد السخطر دا فقت، صافي فقت، هذاك الشيء فديت معاه. واش بغيتي نكون انا مسخوط الوالدين؟ ها؟ لا والله ما بغيتش نكون مسخوط الوالدين. ولكن مرة مرة لعب نوي مراتي، ما تعرف دير لور ديري. داروا حتى هذاك اللي دخل فلوس العيد، حطهم كاملة على الخيل، بلا نتيجة، ها؟ باقي عاقل هذيك الواقعة. إلا ديك كتنسى، دخل فلوس العيد، فلوس الحولي، بقى هاك بالك، شوية لقى راسو ما عندو حتى فلوس القنبة، هو تخوته وحدة وطاح. ولكن يا خويا راه باقي نقلب الحلال يا خويا. عرفتي كاع الناس اللي كانوا في القهوة مول 1000 مول 2000 باقي كان عقل جمعوا لي 30000 ريال. إيه مشى الراجل بيديه مشى شرى لي الحول والتالي حتى للدار، ويلي هذيك كتنسى. وراه ما داش لي السيد الحول للدار، كون مشى لشي قهوة أخرى خسر دوك الفلوس كامل يطفوا. إيه وأنا اللي عارفو أنت هادشي كامل عارفو. ومازال باغي نرجع للعب. اخويا الله يعفو يا ربي جابوها لي. راه شوف راه ملي كيتخلط لك مع الدم راه ولا صعيب باش تفرقو. ولي انا راه تكن تفرق مني وكيديرو لي اخويا دوك الكورسات ودوك الشواكر والهزوله، ما كيبقى يبان لي غير تقربن. واقيه واش نجري واش تشد ويلا اللعب ويلا نوضو اللعب وصاحبي راه باقي فيه الله يرضي عليك نوضو اللعب. تاش من صاحبي ولا خويا ولا بالجلالي تا صاحبي واش تسطيتي ولا مال؟ القهوة كاملة كتشوفك صاحبي شي انت والله ما نبقى نزيد معاك خطوة انت تما. واش شاف؟ واش شاف؟ واش نقول لك صاحبي؟ الله يعفو اخويا الله يعفو يا ربي تعفو علينا يا ربي. عرفتي المشكل ديالك وعارف بانك داخل في ادمان وعارف براسك يعني غادي في شي طريق اللي ماشي هي هذيك وما مربحاكش ومشاكل مع الزوجه ومشاكل مع الاسره ديالك، يعني ما عمر شي واحد ما اقترح عليك انك تشوف اخصائي شي واحد اللي يمدلك يد المساعده؟ كنقول لك واحد القضيه اختي عزيزه، الفكره ديالي كما كنقول ديما تقدر تكون صحيحه تقدر تكون غلطه. انا كنقول الانسان مادام كتعترف عارف الخطا اللي كدير وتعترف به، ما كنظنش انا طبيب ولا غير فيني انا. هذا هو المشكل سي هشام، وهذه المساله هذه اللي بغينا يعني نوضحوها للمشاهدين، انه في بعض الاحيان تنكونوا عارفين بان عندنا مشكل وتنبقاو غاديين فيه وتنقولوا صافي انا عرفت المشكل ما محتاجش المساعده، هذا الشيء اللي غادي ياكدوا لنا الاخصائيين من بعد باش نعرفوا بانه احنا كلنا في حاجه، واخا تنكونوا عارفين في حاجه ان شي واحد يمد لنا يد المساعده. واليوم دابا يعني كي دايره علاقتك مع الاب ديالك؟ فين وصلتي انت وياه؟
مزيان حاجة وحدة كيقول لي معك تما تقريبا واحد المدة وأنا جالس معاه من بعد ما لقاش الخدمة في ديك المدينة ورجعت جلست شوية معاه تما في الدار. يعني حاجة وحدة كيقول لي كيقول لي أنا كنرضي عليك الله يرضي عليك. ما شوية الحوار بينه وبينه قليل ما كيحاولش أنه يجبد معايا هذا المواضيع، ولكن ملي كيشوفني كجالس مقلق وجالس فواحد البيت بوحدي وما كنبغيش مثلا نجلس معاهم في الدار ناكل معاهم مجموعين وهذي حاجه واحده. يعني ملي كيتجيبوا معايا الطريق يعني كنتلاقاو هكا باش نهضروا وحاجه واحده كيقول لك يقول لي الله يرضي عليك. والله يرضي عليك اولادي، الله يرضي عليك. الحمد لله. امين الوليد، الدعوه ديالك هما اللي وقفوا معايا وقت هاد فهاد الحزه هادي. وألا بذكر الله اطمئن القلوب. عليك وليدي بالذكر، قراءة القرآن، بالدعاء، راه هادشي هذا إلا درتيه ما يبقى عندك لا هم لا حزن. الحمد لله. كنقرأ الوالد القرآن وداك الشيء اللي ربيتينا عليه راه هو اللي غادي يمشي عليه. إوا الحمد لله. راه كنا وليدي خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وأنت الحمد لله راه كتبتي. وإلا مشات غلبك شي أمر قول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. إيوا الله يرضي عليك. واش كتشوف المرأة؟ كتشوف وليداتك؟ كنطلع عليهم مرة مرة. لا وليدي، خصك تشوف مراتك خصك تشوف وليداتك. ما كتبش عليك الوالد، الفارقين بلا طلاق. ماشي حياتي راه كيما كان الحال، هي راه موت وليداتك. واه هذيك هي اللي زادت ما بيه. انا راه حتى جيت توقف معايا انا غارق، تخلات عليا الوالد وخلاتني كنغرق. شادي مرة صافي شي باس ما كاين ولدي. راه قلت لك وليدي كنا خطاؤون وخير الخطائين توابون. المهم انا غنتصل بها ويجعل الله خير. لا بلاش الوالد بلاش، خليني يا وليدي الله يرضي عليك، خليني ندير هاد الخطوه. كلشي على مولانا. اللي بغيتي الوالد ما عندي ما نقول. صافي صافي الله يرضي عليك. واحد القضيه شي باس ما كاين، تمشي انت وياها عند شي اخصائي نفساني تجلسوا معاه تحكيوا الامور ديالكم، راه ان شاء الله يلقى لكم الحل. نتوما باقين صغار وغادي يفهمكم امورات وامورات. ما عنده ما يعرف الوالد وما عنده ما يفهم. انا عارف الخطا ديالي وعارف الخطا ديالها، ما عنده ما يعرف ما عنده ما غيدير لينا. ولكن شي باس ما كاين غادي يفيدكم شي شويه. ما كاين باس ما كاين. خليني لك الوالد اخي. لا 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 كون هاني كلشي غيتحل ان شاء الله. الزوجه ديالك مفارقين ولا مازال يعني مع بعضكم؟ مازال مفارقين وغنبقوا مفارقين، واخا يعفو لي الله واخا غدا نصبح ما شنو كندير في شي خدمه ما شنو هي وشي صالير ونبعد على داك الحرام. ما هذيك العلاقه علاش كتلومها؟ ما كنلومها، حملها مسؤوليه لحقاش نورمالمون. واحد الانسان دوز معاك 8 سنين ل 10 كلشي كيغلط. خير الخطائين توابون، كنا كنغلطوا على الاقل. انا كنت كنقول لي واحد الهضره على الاقل كنعترف بالغلط ديالي. علاش غتمشي غاد انا بحال كتسنى هذيك الفرصه انك تغلط تبعدك على ولادك؟ انا مشيت شفتو مع السيمانه هادي ما نقدرش نكمل. لقاش كنشوف انايا ما تعاملناش بذكاء مع المشكل. لقاش كنشوف كنوقعوا بيناتنا مشاكل اللي خاصني مثلا انا غناخذ موقف منهم ولادي تعامل بذكاء مع دوك المواقف وعرفت كيفاش نخرجوا راسنا من دوك المشاكل. ولكن ننطح انا في المشكل باش كتقول ان اقرب الناس اللي كيتخلى عليك تما كيبقى فيك الحال وكيضرك خاطر. دابا اش درتي يا بنتي؟ من قبيل ولا نصر ذاك؟ ما قلتي لي لا هي ولا لا. واش غادي نقول لك عمي؟ ولدك دخل البحر وما عنده قرار. هاو الفلوس اللي كيشدها كيخسرها. بهذا البحر هذا شكون وصلوا ليه؟ شكون وصلوا لهذه الحاله؟ مالنا انا
راني قلت لي سير قمر. انت يا لالا باغا تعيشي الحياه ديال الابها، باغا تباني قدام العائله ديالك وقدام صحاباتك. سمعي لي، ما تبقيش تدوري عليا في عينك، سمعي مزيان، انت اللي وصلتيه لهاد الحاله، ما كانش يوصل ليها طبعا، ولا كيقلب باش يلقى شي حل. على عمي شكون اللي كره دارو تكون شهوه من الشهوات ها ويتعشى في احسن لي غيستو؟ شكون انتوما؟ يالله بادين حياتكم وباغا تكوني كلاس ها؟ الناس بنيتي راه دقه دقه، نقطه نقطه كيحمل الواد. وعندنا واحد المثال في البلاد عندنا تيقول لك الا عندك شي حمير تكيس عليه باش تحج عليه. انت يا بنيتي سرجتيه وباغا تبورضي عليه. وعلاش عمي؟ علاش ها بنت عمي؟ بنت عمي هي الاخرى، اقل مني مستوى، وراجلها ما نخلي كلشي يديروا ليها كلشي، ما نخليها مخصوصه من حتى شي حاجه. وها جارتي وجدان ياك دارها قد داري، والله عمي وندخلك لدارها هي تتفهم. عمري عمري عرفتك بحال هكا، تقولي حافظه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اش غنقول لك بنتي؟ الله يهديك. انا ما بغيتش اللي يهديني، انا بغيت اللي يعطيني. لا حول ولا قوه الا بالله، اش هاد الهضره عندك؟ اش كتقولي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا هشام، شنو جابك؟ يا قلت لك ما تجيش، ما تجيش يا هشام، اش عندك؟ كان ضروره الواد خصني نجي، حيت عارف هادي عارفه ما كتقاداش، وبودني سمعتها قالت لك هي خاصها اللي يعطيها ماشي اللي يهديها. ايوا نقولها ونعاود نقولها، عائلتي وصحاباتي كلهم عايشين هاي كلاس، علاش هما احسن مني؟ انا ما كنستاهلش. ياك انا اللي عطيتك كارد كيشي والسالير ديالي كيوصل حتى 8000 درهم، وقلت لك زيدي على السالير ديالك وشري وجهزي وديري ما بغيتي ها؟ لا لا لا، اصلا شكون هو الراجل في الدار؟ انا ولا انت؟ وهايا نزيدك قدام باباك كيسمع، يا برعني يا فرقني. شكون الهضره كتقولي فيها؟ ما سمعتش يا عمي. كتقولي ما راعيتي للعشره؟ صافي ما راعيتي للدراري؟ ما كاينش صافي بحال هادي، لا حول ولا قوه الا بالله، ما عمري عرفتها واصله لهاد الدرجه. صافي الوالد راه قلت لك ما تمشيش عندها، راه علاش هادشي قلت لك ما تمشيش عندها؟ وانت سمعي مزيان، سمعي مزيان، انا غلطت مره واحده واعترفت بالغلط ديالي، وانتي انتي راه الغلط راكبك من ساسك حتى راسك. كي غندير انا تنبقى عايش معاك؟ كي غندير انا؟ كي غندير الوالد؟ انا مشيت في حالي هشام، انا غنمشي اجي الله يعاون. صافي شعب انتيها هادشي اللي بغيتي، انا كيبقى فيا حاجه واحده، هو يديروها الكبار ويتقدموا فيها الصغار. دبري المحينك، انا جيت باش نحاول ندير الصلح وانتي عاك تقليطي. يعوذ بالله يعوذ بالله. الأشياء اللي خص أي واحد مقبل على الزواج أو في إطار يعني علاقة زوجية جديدة خصو يتسائل كيفاش نطمح على أن هذه العلاقة تنجح، شنو هما يعني كيفاش ممكن هذه العلاقة الزوجية تكون ناجحة 100% وعلى الأقل نوصلوا واحد المرتبات كبيرة. فأول شيء وهذه ضروري ومؤكد أنه الزوجين يكونوا واعيين بها، انت جيتي بواحد القفه ديالك جبتيها من داركم وهو جايب واحد القفه من دارهم، يعني امبوسيبل باش يمكن كلشي غادي يعني تكونوا مناسبين وكلشي بحال بحال. فبالتالي خصنا ناخذ بعين الاعتبار انني انا جايب واحد التركيبه وهو جايب واحد التركيبه، وانه كاين شي حاجات عندي انا زوينين وكاين شي حاجات عنده هو زوينين. فالزواج ملي تيكون ناجح هو اننا والذكاء يعني العاطفي هو انني ناخذ داكشي اللي زوين عنده
وهو ياخذ داكشي يتبنى داكشي اللي زوين اللي عندها، لان كل واحد هذه القفه منين جات. وانا دائما تنقول هذا المثال ديال القفه على اساس ان الانسان اين نشا واين ترعرع، في الحومه اللي كبر فيها، في المدرسه اللي قرا فيها، في التجارب اللي عاشها. هذا تيجعل ان كل واحد عنده قفه ديالو بوحده، وان كنت خوت القفه تيكونوا مختلفين، لان ربما انتم مشتركين في القفه، يعني في الزاد اللي عطاوكم الاباء ديالكم، لكن اختلفتوا باختلاف التجربه ديالكم، باختلاف انه عشتي وتجارب متعدده. فبالتالي يعني احنا تلاقينا في واحد البيت وقررنا اننا نبني واحد الاسره، انا جايب قفتي وهو جايب قفته، فبالتالي كاين شي مسائل في قفتي ما غتعجبوش وكاين شي مسائل في قفته ما غتعجبنيش. فهنا خصنا تكون نربي واحد الروح ديال احترام الاختلاف، ونشوف بهدوء علاش لا، ربما هذيك الشيء اللي عنده غيكون انسب بالنسبه لينا، ربما داك الشيء اللي عندها غيكون انسب بالنسبه لينا، وهكذا دواليك حتى تلقاو القفه الزوجيه اللي هي غتكون طبعا جايه من القفه ديال الزوجه ومن القفه ديال الرجل. فإلا استطعنا أن ندير واحد القفة جميلة وفيها واحد معدات اللي غيعاونوا الأسرة ويزيد بها القدام وبالنسبة للأبناء، فهذا شيء جميل جدا. رسائل كثيرة اللي دوزتي على اليوم هشام وعبرة أكيد ما نسوهاش يعني بسهولة. من هذا الشيء كله يعني كخلاصة رسالة واحدة اللي بغيتك تمررها للناس اللي كيشاهدونا. الرسالة نقدر أن نوجه للشباب وموجه للشباب بالضبط. واحد الشاب كان مزيان بعيد على المحرمات، شطرك الله، تقلبت حياته رأسا على عقب، لا خدمة لا سكنة لا حاجة، حتى دار 84 كانت عنده 20 عام هو خارج كيخدم، حتى لقيت اللي وصل 34 عام عاد رجع باش يسكن مع والديه، شي حاجة اللي يلغى عقل ما كيتقبلهاش. اللي غير رضى بهذيك الحياة ورضى بهذيك العيشة بهذيك الطريقة سير في ذاك العالم وراه تسنى غتربح وما تربحش، قنع بالقليل واللي قسم الله وكل الحمد لله. ديك الطريق راه ما كتخرجش وما فيهاش حاجه سميتها الربح، راه يجلس معاك انسان يقول لك ربحت 100 مليون كون اكيد سيمانه شهر عام ماكسيموم ديالو غدا تلقاه كيقلب على 10 درهم باش تلقاو. ديك الطريق ما مخرجاش ما فيها حتى شي حاجه ديال الربح نهائيا، دمرت لي حياتي واللي تبعها راه دمر له حياته. الانسان طبعا ملي تيغلب عليه الطمع وحب المال ويتولي يخرج ما تيبان له طبعا، تيولي اعمى، تيولي يقلب على اي فرصه باش يجيب هذه الفلوس هذا باش يلبي هذه الرغبات لهذا الانسان اللي تيبقى يقول له جيب لي جيب لي جيب لي. فهو اساسا خاص الانسان يحتاط من هذه القضيه هذه، وانه يعني يدير الاحتياطات ديالو باش ما يطيحش فيما لا يحمد عقباه ويبقى لديدي لحب الملوك. عشنا احنا وياكم هذه الحكايه هذه مشاهدينا، وشفنا فيها مجموعه ديال الامور اللي ما تنبغيوش نشوفوها في الاسره المغربيه. الانسان اللي كيوقع في خطا او تيوقع في مشكل او كيوقع حتى في ادمان فهو انسان يحتاج للمساعده، ولا مد يده فمن الواجب علينا اننا نمدوا ليه يد المساعده. غادي نتلاقاو احنا وياكم في حلقه مقبله مشاهدينا، وحكايه جديده وعبره جديده. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات.